هذا وقد أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في الكويت خلفا لشقيقه الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وقرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل العمل في المصالح والمؤسسات الحكومية لمدة 3 أيام وإعلان الحداد الرسمي 40 يوما. وعملا بأحكام الدستور والمادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 64 في شأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت، مبتهلين إلى المولى جلت قدرته أن يكلأ سموه بكريم عنايته ورعايته ويمده بموفور الصحة والعافية.